يعطيكم ألف عافية شباب. الله يعافيك دكتور. بس دقيقتين شباب يشبكوا بقية الشباب وإن شاء الله منبلش بعد إذنكم. طيب يعطيكم ألف عافية شباب. وقفنا المحاضرة الماضية عند نفي there exist. شو بتصير؟ for all x not the predicate. كان اسم the predicate عندنا ايش؟ هون. يلا شباب شو اسم the predicate؟ b. كم عدد الارجومنت؟ واحد. الاريتي له شو تساوي؟ معناته واحد. شو نوع الارجومنت هون؟ variable. variable. صح، حكينا بريديكت نيم متبوع باقواس، داخل الاقواس في arguments. الارجومنت كود بي ايش؟ حكينا function or variable or constant. هلا not there exist x، اللي حكينا there exist والfor all بتيجي مع ايش بعديها؟ دائما variable. صح، شو بتكافئ؟ for all x not b of x. مشان هيك شفنا nobody likes taxes مثلناها not there exist x likes x taxes، او حكينا for all x not likes x taxes. صح؟ طيب not for all شو تكافئ؟ there exist not. صح؟ طيب هل هذول التو predicates متكافئات؟ there exist x b of x، هل تكافئ there exist y b of y؟ yes or no؟ نعم. ليش؟ لانه احنا variable، بس عملنا variable. كيف عرفنا انه variable؟ اول حرف capital. صح؟ وعندنا حرف واحد كان. طيب هلا لو كتبنا مثلا ب محمد، طبعا بصيرش there exist constant، هل تكافئ ب سوزان؟ لا دكتور ما بتكافئ، لا، لانه كل واحد بيعبر عن فاكت مختلفه. مثلا student محمد لا تكافئ student سوزان، صح؟ لانها هي constant. صح؟ طيب هلا هون عمل variable name for all، for all الى اخره. طيب for all x b of x and q of x، هل تكافئ for all x b of x and for all y b of y؟ نعم، عمل ايش variable؟ rename بس. وهون عمل variable rename. طيب اليوم بدنا نشوف شيء اسمه، طبعا هذول اخذناهم البريديكت كالكولس، هاي اللي حكينا عنها. مثلا عملنا ريبريزنتيشن للكيس اللي عندنا بالبلاك وورد، رح نيجي له بشابتر البلاننج. شو مثلا هون كتب لك؟ سي اون اي، صح؟ هي اون سي اي، كيف تنقرا؟ سي اون اي، لاحظ عبر عنها بايش؟ بكونستنت، لانه عندنا سي، صح؟ طيب بي اون دي، صح؟ بي اون دي. هلا اعتبرنا الاي اون تيبل، اون تيبل اي، اون تيبل دي، صح؟ هل ايش في اي شيء فوق البي؟ لا، عمل كلير بي وكلير سي، والهاند عندنا ايش او الارم؟ ابتي، صح؟ هاي عبرنا عن الحالة بالبريديكت كالكولس. حكينا سي فوق اي، كيف عبرنا عنها بالبريديكت؟ حكينا البريديكت نيم سميناه اون، متبوع باقواس، داخله ارجومنت. شو كانت الارجومنت؟ كونستانت. هاي سي فاصلة اي، كيف تنقرأ؟ سي اون اي، صح؟ هاي كيف تنقرأ؟ بي اون دي. هلا الاي والدي نعتبرها على التيبل، اون تيبل اي، اون تيبل دي. هل في اي شيء فوق السي او البي؟ لا، عملنا كلير سي وكلير بي. طيب الجنرال رول اللي حكينا عنها for all x، x is clear. متى الـ x بتكون clear؟ متى الـ x الـ variable يعني زي الـ c أو الـ b ما عملنا عنها clear؟ إذا فيش فوقيها ولا إشي، صح؟ عملنا general rule إنه من خلال الـ variable for all x،
احنا بدنا نعمل اكس كلير حكينا اذا فيش ولا واي فوقيها not there exist y y on x النتيجه شو بتكون كلير اكس واضح كيف هاي بنقدر نعوض عنها for all y not on x فيش ولا y فوق x لكل x شو معناته الx كلير x صح طيب لو حكيت لك اعمل لي كلير y كيف بنحكي كلير y متى بتكون النتيجه كلير y اذا فيش فوق y ولا x صح كيف بنعوض عنها يلا يا شباب for all y not there exist x on xy فيش ولا x فوق y النتيجه شو بتكون كلير y صح طيب هلا بحكي لك متى بكون الهاند امتي عندنا زي المثال هون اذا مش حامل ولا اشي صح طيب هلا اذا مش حامل ولا اشي بنقدر نعمل ستاك الى اخرها هي بنجيلها المره الجاي بنجيلها للشابتر الاخير طيب نكمل لحد هون واضح شباب لحد هون واضح طيب اخذنا الانفرنس رولز حكينا طريقه التمثيل الاولى بالبروبوزيشنال كالكولس وقدرنا نعمل فيها اثباتات من خلال الانفرنس رولز نكتشف فاكت جديده فروم كرنت فاكت هاو تو انفير ا نيو فاكت فروم كرنت فاكتس شو عملنا الانفرنس رولز شو اخذنا المودس بونس كيف المودس بونس ذكرونا اياها اذا بي امبلايز كيو از نون تو بي ترو والبي از نون تو بي ترو شو بنقدر نشتق شو بنقدر نعرف ايش Q true. Q is also true. زي حكينا كل طالب له رقم جامعي. محمد طالب شو بقدر اكتشف؟ محمد له رقم جامعي صح؟ صح؟ طيب هلا لو حكينا B implies not Q. و B implies not Q. و Q عندنا is known to be true. شو بنقدر نكتشف من خلال المودس تولرانس؟ يعني كل طالب إله رقم جامعي حكينا صح محمد طالب اكتشفنا بالمودس بونس انه محمد إله رقم جامعي طيب هلا لو حكينا B implies not to Q و Q is known to be true شو بنكتشف انه B false not اوكي B false معناته not B is true ممتاز هاي المودس تولرانس صح طيب هلا بتقدر تعمل لي اياها من خلال المودس بونس اذا B implies not to Q وكيو حكينا هلا حكينا بي امبلايز كيو هي نفسها ايش نوت كيو امبلايز نوت بي صح معناته هاي شو تكافئ كيو امبلايز نوت بي وكيو ترو مودس بونس شو اكتشفنا نوت بي از اولسو ترو صح واضح يا شباب لحد هون نسمع منكم يا شباب واضح دكتور طيب هلا لو حكينا B is true و Q is true شو بقدر اعمل بيناتهم and introduction بنقدر نكتشف كمان B and Q is also true طيب لو حكينا B and Q is known to be true هاي الجمله معروفه انها true شو بقدر اعمل فصل بيناتهم اللي سميناه ايش and elimination B is true بنقدر نحكي كمان Q is also true طيب شو المقصود باليونيفيكيشن اليوم نبلش فيه اليونيفيكيشن شباب اني اعمل تو بريديكتس متساويات ماشي كيف بدي اعمل تو بريديكت متكافئات متى بكون التو بريديكت متكافئات اول سؤال متى بكون التو بريديكت متكافئات يا شباب يلا هلا لو حكينا ستودنت سام هاي بريديكت ستودنت اكس هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن اكس كانت فاريبل سام كونستانت يعني ايش سام كونستانت يعني صح هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن اعملهم متكافئات اليونيفيكيشن اني اعمل تو بريديكتس متساويات اكويفالنت طيب هلا اليونيفيكيشن له شروط حتى نعمل تو بريديكتس متكافئات اول شرط لازم يكون نفس اسم البريديكت ليش لانه كل واحده بتعبر عن فاكت مثلا كتبت ستودنت محمد سمارت محمد هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن لا لانه كل واحده عبرت عن فاكت مختلف اول شرط لازم يكون عندنا شباب ايش انه نفس اسم البريديكت نيم تمام حتى اعمل يونيفيكيشن بين تو بريديكتس لازم يكون اول شرط عندنا انه ايش يكون عندنا النفس اسم البريديكت نيم طيب بالنسبة لعدد الارجومنتس اللي حكينا عنها ايش الاريتي هل لازم يكونوا لهم نفس الاريتي يس اور نو
نعم، لازم يكون لهم نفس الاريتي، اول شرطين حتى اعمل تو بريديكتس متكافئات. هسه عم نشوف الشروط كيف نعمل واحده واحده. اول شيء لازم يكون البريديكت نيم متكافئ، وكمان الاريتي، الاريتي اللي تمثل ايش؟ عدد الارجومنتس لازم يكون متكافئ. مثلا انا حكيت لايكس محمد ايس كريم، هل بقدر اعمل ستودنت محمد لايكس محمد لحالهم؟ لا، لانه الاريتي شو صارت؟ مختلفه. تمام. طيب خلينا نشوف الشروط. هاي اللي اخذناهم شباب، المودس بونس وال دير اكزيست والنوت بي الى اخره. طيب الانفرنس رولز كلها اخذناها. هلا اليونيفيكيشن، اليونيفيكيشن بحكي لك لازم نعمل تو بريديكت متكافئات. شو الشروط اللي لازم اعملها حتى شو التبديلات اللي لازم اعملها حتى يصيروا تو بريديكت متكافئات؟ طيب هلا لو حكينا كل طالب له رقم جامعي، محمد طالب، هل بقدر اعمل اعوض محمد عن الفاريبل؟ يلا لا دكتور، ما بقدر. ليش ما بقدر؟ حكينا كل طالب له رقم جامعي، ومحمد طالب كيف اكتشفنا بالمودس بونس انه محمد له رقم جامعي؟ عملنا يونيفيكيشن. شو اليونيفيكيشن؟ اني عوضت الكونستنت مكان الفاريبل. مثلا احكي لك كل طلاب الكمبيوتر ساينس اذكياء، محمد طالب كمبيوتر ساينس، هل بقدر اعوض عنه بهاي الجمله؟ نعم، لانه نفس الدومين صح؟ له بعوض عنه من الكبير، يعني بعوض ايش صغير بالكبير. الفاريبل دائما ايش؟ اكبر ما دام من الدومين تبعه من الكونستانت. حكيت مثلا بقدر اعوض كونستانت مكان فاريبل؟ يس بقدر. بس هل العكس بقدر اعوض؟ مثلا حكيت محمد ستودنت، هل بقدر احكي كل الناس ستودنت؟ يعني احط محل محمد فاريبل؟ لا. بقدر اعوض محل الكونستانت مكان الفاريبل، بالمقابل بقدر اعوض فاريبل مكان كونستانت. صح؟ منطقي لحد هون؟ تمام شباب. طيب هل بقدر اعمل فاريبل مكان فاريبل؟ مثلا هون كنا مستخدمين اكس، هل بقدر احط عنه مثلا زي؟ يس اور نو؟ هل في مشكله لو غيرنا اسماء الفاريبل، عملنا فاريبل رينيم؟ لا دكتور ما في. لا، معناته اول شرط اخذناه بقدر اعوض كونستانت مكان فاريبل، صح؟ لانه الكونستانت سبست، مجموعه جزئيه من الفاريبل. بقدر اعمل فاريبل رينيم، اغير اسماء الفاريبل. بقدر اعوض كونستانت مكان كونستانت؟ مثلا كتبنا محمد ستودنت محمد وستودنت سو، هل بقدر احوض سو مكان محمد او محمد مكان سو؟ لا دكتور. لا، لانه الكونستانت بيعوض لك ايش؟ عن قيمه واحده. بصيرش نحكي مثلا نحكي محمد خريج، بقدرش احكي علي خريج اعوض عنه، صح؟ بينما لو حكيت كل الطلاب خريجين، كل الطلاب هون لما نحكي كل الطلاب شو عندي؟ فاريبل. بقدر اعوض عنه علي، بقدر اعوض عنه سام، بقدر اعوض سو، بقدر اعوض محمد الى اخره. فمعناته اخذنا اول شيء بقدر اعوض كونستانت مكان فاريبل، فاريبل مكان فاريبل، بقدر اعوض كونستانت مكان كونستانت. طيب هلا لما نحكي فانكشن مثلا ابو ديفيد، سواء كان شو راح يعوض لي؟ قيمة محددة صح؟ زي مثلا سام إلى آخره. هل بقدر أعوض function مكان variable؟ بقدر أعوض function مكان variable؟ يس، نقدر نعوض function مكان variable. ليش؟ لأنه الفانكشن subset راح يكون له قيم مجموعة جزئية من الفاريبل، صح؟ الفاريبل بيشمل كل شيء. طيب هل بقدر أعوض constant مكان function؟ يلا يا شباب، هل بقدر اعوض كونستانت مكان فانكشن؟ يلا جاوبونا. ليش لا يا محمود؟ يلا يا محمود. طيب هلا حكينا بنقدر نعوض كونستانت مكان فانكشن، يس وي كان دو. واي؟ ليش؟ لانه مثلا حكينا ابو ديفيد، الاعداد الفرديه، الاعداد الزوجيه كان الفانكشن، صح؟ بقدر اعوض عنه مثلا ابو ديفيد سام، هون شو عوضت عنه؟ كونستانت، صح؟ كان فانكشن عوضت عنه ايش؟ كونستانت. مثلا سعر الموز عوضت عنه ايش؟ كونستانت، صح؟ طيب خلينا نشوف. سامعيننا شباب؟ بس مو دكتور. طيب هلا لما حكينا يونيفيكيشن،
between two predicates. شو اني اعمل two predicates متكافئات. هسا بنشوف يعني شو يعني متكافئات. حكينا اول شرط حتى اقدر اعمل unification لازم يكون لهم نفس اسم البريديكت، صح؟ صح. حكينا البريديكت كالكولس يمثل ببريديكت نيم متبوع باقواس، داخل الاقواس في argument بنفصل بين كل argument و argument فاصلة separated by comma. معناته اول شرط لازم يكون لهم ايش؟ لهم نفس اسم البريديكت. هاي واحد، لانه لو كان اسم البريديكت مختلف معناته كل واحدة بتعوض لي عن ايش؟ عن بتمثل لي فاكت مختلفة. هاي واحد. اثنين، لازم يكون لهم نفس عدد الاريتي. شو يعني عدد الاريتي؟ نمبر الاري لهم نفس الاريتي، معناته لهم لازم يكون نفس عدد الارجومنتس. هون مثلا عندي ثلاث، هون ثلاث، ثلاث ثلاث، بنشوف اذا بنقدر نعمل او لا. تمام. طيب خلينا نشوف، بقدر اعوض. حكينا ايش؟ مثلا variable مكان variable مسموح، constant مكان variable مسموح، function مكان variable مسموح، constant مكان function مسموح، بس مش مسموح اعوض مثلا constant مكان constant، صح؟ مش مسموح اعوض constant بدال variable. اوكي. طيب خلينا نشوف شو حكينا بس عن الفانكشن اللي بيكون داخل الارجومنت اللي بيكون داخل البريديكت. اللي هو حكينا ايش؟ فانكشن نيم متبوع باقواس، داخل الاقواس في ارجومنت. هاي الارجومنت ممكن تكون كونستانت او فانكشن او فاريبل، صح؟ طيب هاي البريديكت الاول اسمه فو، هاي اسم البريديكت فو، هاي اكس، كم الاريتي له؟ يلا شباب كم الاريتي لهذا البريديكت؟ نيم ثلاث، اكس اللي عباره عن فاريبل، والال عباره عن كونستانت، والجول اللي نسميه هون عباره عن ايش؟ فانكشن، صح؟ فالاريتي له 3. شو نوع الارجومنتس عنده؟ الارجومنت الاول كان عباره عن فاريبل، الثاني عباره عن كونستانت، الثالث عباره عن ايش؟ فانكشن. تمام. هلا هل بقدر اعمل هذا البريديكت مع هذا البريديكت متكافئات؟ شو يعني متكافئات؟ زي بعض. كيف زي بعض؟ نفس البريديكت نيم ونفس الارجومنتس يكونوا. تمام. هل بقدر اعمل شو حكينا اول شرط؟ نفس اسم البريديكت نفسه، صح؟ صح؟ فو فو. طيب نفس الاريتي نفسه، 1 2 3 هون 1 2 3. بنيجي شو اول اول ارجيومنت كان؟ يلا شباب شو اول ارجيومنت هون؟ فاريبل. وبالبريديكت الثاني اللي بده اعمل بيناتهم مساواه فريد شو كان؟ كونستانت. شو معناته بحكي لك اعمل؟ هل بقدر اعوض كونستانت مكان فاريبل؟ اصبر. معناته بعوض فريد مكان اكس وين ما في اكس بالبريديكت الاول، بعوض عنه بايش؟ بفريد. تمام. وين ما في اكس بالبريديكت الاول بعوض عنه ايش؟ فريد. هاي صار فريد فريد هون، صح؟ هاي اول تعويض، عوض فريد مكان اكس. هو شو فعليا شو عوض؟ كونستانت مكان فاريبل. تمام. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح. طيب نيجي للارجومنت الثاني، كان ايش هون؟ كونستانت، وهون كونستانت. هل في بيناتهم اي تعويض؟ لا، نفس الكونستانت. تمام. طيب لو سؤالي كان هون بي، هل بصير اعمل بيناتهم يونيفيكيشن؟ بي سمول كونستانت، لا، لانه كل واحده بتصير تعبر عن فاكت مختلفه. زي احكي جورج صديق مع سام، بصيرش اعوض عنه مثلا جورج صديق مع سو، صح؟ طيب هلا الشرط الثاني انه الاثنين كونستانت. حكينا بنقدرش نعمل كونستانت مكان كونستانت، بس شو كان عندنا؟ نفس الكونستانت. هل في بيناتهم اي تبديل؟ لا، معناته خلصنا من الارجيومنت الاول. شو عوضنا محل الفاريبل اكس؟ بالكونستانت فريد. وين ما في اكس بالبريديكت الاول بعوض عنه بايش؟ فريد. اي واي زي بعض، نفس الكونستانت. بنيجي للثالث، حكينا الفانكشن، هذول الاثنين فانكشن فانكشن فانكشن، شو يعاملوا؟ حكينا معامله البريديكت، صح؟ هل نفس اسم الفانكشن؟ هل نفس اسم الفانكشن يا شباب؟ نعم. طيب لو كان مثلا ما فيش او ثاني هون، هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن؟ لا، لانه الفانكشن نيم مختلف. مثلا وحده كانت تعبر لي عن ابو ديفيد، مثلا وحده كانت تعبر لي الفانكشن عن الاعداد الزوجيه، صح؟ هل بصير اعمل بيناتهم يونيفيكيشن؟ لا، كل وحده بصير تعبر عن فاكت مختلفه. طيب هلا حكينا الفانكشن يعامل معامله ايش؟ البريديكت، نفس اسم الفانكشن نفس اسم الفانكشن، داخله اقواس. هون شو في؟ فاريبل داخله، صح؟ واي. وهون شو في داخله؟ فاريبل زد. كيف بسويهم بصيروا متساويات؟
بعمل variable name إما بعوض y مكان z أو z مكان y صح؟ هون شو عمل نعوض z مكان y؟ فعليا شو صارت تاي؟ Fred A go Z. هون شو صارت Fred A go Z؟ قدرنا نعمل بيناتهم unification صح؟ واضح؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. طيب البريدكت الأول والبريدكت الثاني هل في بنقدر نعملهم unification يعني نقدر نعملهم متكافئات؟ شو اول variable باخذ شو اول argument باخذ argument الاول مع الارجمنت الاول شو هون كان x وهون w الاثنين variable بقدر اعوض variable مكان variable نعم عوضنا مثلا w مكان x او x مكان w هاي w مكان x عوضنا طيب الثاني نفس الكونستانت a بعيد وبكرر لو كانت تاي c small هل بقدر اعمل بيناتهم unification لا لانه شو بكون عندي بقدرش اعوض كونستانت مكان كونستانت كل واحدة بتعبر عن فاكت مختلفة طيب نفس اسم الفانكشن صح هون عندي فاريبل وهون كونستانت شو بعوض الكونستانت جاك مكان الفاريبل واي صاروا متكافئات بهاي الحالة يس طيب الثالث يلا شباب احكوا لي شو الحل كيف بدنا نمشي فيها بتسلسل يلا يلا يا شباب البريدكت الأول مع البريدكت الثالث تفضلي يا صبية هو عوض زد مكان الإكس وبصير variable مع variable أوكي زد مكان إكس وين ما في إكس وين ما فيش عندنا غير إكس واحد بس لو كانت تاي جي أوف جو أوف إكس بعوض عنها كمان إيش بزد ممتاز زد مكان إكس هاي أول إشي كمان بعدين عوض ال A ضلت زي ما هي constant أوكي ما فيش تعويض جو هو فانكشن كان نفس الاسم ما تغير ايوه اللي هو غير بدل واي اللي هو فاريبل حطه فانكشن طيب يعني شو بعوض الفانكشن مو زي مكان الواي فانكشن مكان فاريبل بصير طيب احكوا لي يس اور نو بقدر اعوض فاريبل مكان فاريبل يلا يا شباب باليونيفيكيشن بقدر اعوض فاريبل مكان فاريبل احكوا لنا نعم او لا يس اور نو يلا شباب يس دكتور طيب بقدر اعوض كونستانت مكان كونستانت لا لا كونستانت مكان كونستانت حكينا ممنوع لانه بتصير تعبر عن فاكت مختلفه طيب كونستانت مكان فاريبل بصير كونستانت مكان فاريبل فاريبل مكان كونستانت لا لا يعني احكي مثلا اكس مكان فريد خطا لانه هاي بعوض بس فريد طيب كونستانت مكان فانكشن نعم بصير مثلا لو كانت تاي سي بعوض سي مكان جو واي صح طيب فانكشن مكان فانكشن لا صح طيب فانكشن مكان فاريبل يس صح طيب بحكي لك باليونيفيكيشن يا شباب لو عندنا for all و there exist لازم نتخلص منهم ماشي لو بدنا نعمل سؤال تفضلي سوي ما بينفع نحط variable مكان function ما بينفع variable لا لانه variable اوسع الدومين له صح لما احكي كل طلاب الكمبيوتر مثلا مش بحكي الفانكشن عندي الطلاب المعدلهم فوق ال 90 صح الفانكشن بيعطيني subset من الدومين مجموعه جزئيه من الدومين سواء قيمة واحدة أو قيمتين أو ثلاثة إلى آخره بس مش راح تكون زي الفاريبل صح؟ واضح يا شباب؟ واضح شباب؟ واضح أكثر طيب هلا لو نشوف بحكي لك لو كنا بدنا نعمل لو كان عندي for all و there exist لازم أتخلص منهم لازم أتخلص منهم لما بدي اعمل يونيفيكيشن مثلا احكي كل طلاب الكمبيوتر ساينس اذكياء محمد طالب لازم اتخلص من الفور اول صح طيب الفكره بحكي لك اذا كان عندك بس فور اول تعملها دروب شوف فور اول اكس بيرنت اكس توم هي نفسها شو تكافئ هاي الجمله بيرنت اكس توم اذا كان عندي فور اول كلهم فور اول في مشكله لا لانه الفور اول بيعبر عن كل الاشياء صح في مشكله فيه لو عملت لهم دروب لا لو عندي كلهم فور اول بعمل له ايش دروب فيش مشكله تمام هلا هاي الفور اول اكس بيرنت اكس توم شو بتصير هي نفسها كانه بعمل
parent x term. طيب لو عندي for all x for all y parent x y شو بعمل drop؟ شو يعني بعمل drop؟ بحذف ال for all x وال for all y. تمام تمام يا شباب. طيب هلا المشكلة عندي اللي بحتاج اعملها سكولمايزيشن، بدي احتاج اعملها سكولم فانكشن. اذا عندي زي الثانية for all x there exist y، شو معناته there exist y؟ هاي بتعتمد على ايش؟ على for all x. المشكلة اللي ممكن تصير عندي متى؟ اذا عندي there exist y. شو معناته there exist y يا شباب؟ اذا بتعتمد على for all x، شو بهاي الحالة بعمل؟ سكولمايزيشن، بدي اعملها سكولم فانكشن. الفور اول اكس شو بعملها؟ دروب. فيها مشكله الفور اول؟ لا. شو صفت عندي؟ الواي. الواي بتعتمد على ايش؟ على الاكس. لاحظ عمل لك فور اول اكس ماذر اكس اف اوف اكس. ليش اف اوف اكس؟ عملها فانكشن اللي سميناه سكولمايزيشن سكولم فانكشن. عملنا سكولمايزيشن. شو معناته شباب؟ اذا في عندي اول شيء فور اول فيش مشكله، لو عندي مليون فور اول ألف فور أول بالبريدكت كلهم فور أول بعملهم دروب وفيش مشكلة. المشكلة بتصير عندي متى؟ إذا عندي ذير اكزيست. هل دائما إذا عندي ذير اكزيست لازم أعملهم سكولم فانكشن؟ لا، إذا كانت مسبوقة بفور أول. تمام؟ الذير اكزيست واي إذا الذير اكزيست إذا كانت مسبوقة بفور أول شو معناته؟ بتعتمد عليها. شو بعملها من خلال؟ فانكشن. هلا ماذر أوف إكس واي، فعندنا for all x there exist y mother x y، شو بعمل؟ اول شيء بدخلص من there exist، اعملها ايش؟ سكولمايزيشن. شو سكولم فانكشن؟ معناته الواي بدها تصير تعتمد على ايش؟ على اي فاريبل يا شباب؟ الاكس. لاحظ عمل for all x mother x محل الواي شو عوض عنها؟ فانكشن بيعتمد على ايش؟ الاكس. تمام. طيب وبعد ما نخلص من الفور اول ظلت فور اول شو بعملها؟ دروب. وضحت شباب؟ واضح يا شباب؟ دكتور يعني دائما بنعوض فانكشن بدل الواي؟ اه عوضنا عن الواي فانكشن، سمينا الفانكشن دائما ولا خلاص ايش؟ دائما بنعوض فانكشن ولا بصير كونستانت او شيء ثاني؟ لا دائما فانكشن، بعدين لما نعمل يونيفيكيشن بنصير نعوض كونستانت او فاريبل او شيء. اول شيء بدخلص من ايش حكينا؟ الفور اول والذير اكزيست. طيب هلا سؤالي لو كانت ترتيبها بالعكس ذير اكزيست واي فور اول اوف اكس، هل بعمل فانكشن للذير اكزيست واي؟ سكولم فانكشن مكانه؟ آه لو كان بالاول ذير اكزيست واي بعديها فور اول اكس، هل بعمل مكانه؟ سؤالي هل بعمل سكولم فانكشن يس اور نو؟ لو كانت ذير اكزيست واي فور اول اكس شو حكينا بدنا نخلص؟ اول شيء من الذير اكزيست. هل الذير اكزيست في قبلها اي فور اول بهاي الحاله؟ في قبلها اي فور اول يا شباب؟ لا ما في. لا كونه ما فيش قبلها ولا فور اول شو بعملها؟ بس دروب، مش بحاجه لسكولم فانكشن. ظل عندي ايش؟ فور اول بعملها بعديها ايش؟ دروب. تمام. هسه بنشوف مثال. وضحت شباب؟ بس سؤال تفضلي سوي. هسه اخر جمله اللي هي تبعت مذر نحذف برضه الفور اول، صح؟ اه بنحذفها. هي لا خلص لما تصفي فور اول بتعملها دروب مباشره. هو بده يوصل لك انه اخلص من الذير اكزيست، بس تخلص من الذير اكزيست معناته انحلت المشكله، ضل عندي بس فور اول بعملها ايش؟ دروب، بحذفها. وصلت شباب؟ واضح يا شباب؟ ثواني شباب بس الماوس علق.
شوف مثال. هلا لو عندنا زي هيك كان. زي هاي البريدكت. وخلينا نحكي هون. دكتور مو ظاهر شيء. شوي شوي صبي بس ثواني. واضح عندكم شباب؟ طيب لو عندي زي هذول for all x b of x z x y z w شو بدي اخلص حكينا قبل ما اعمل اي unification هاي شو تكافئ نفسها شباب؟ يلا حكينا هون for all for all فيهم مشكلة for all؟ بس بحذفهم هاي شو نفسها تكافئ b of x y z w تمام؟ الثانية عندنا حكينا for all x there exists z for all x for all y for all w شو بدي أخلص أول شيء من there exists هل فيها مشكلة there exists هل ال z there exists z فيها مشكلة لا لا, لا, لا أنا بالبداية هاي نفسها شو تكافئ خلينا نخطو خطوة خطوة خلصنا من there exists صفت for all x for all y for all w b of x y صفوا هذول لحالهم شو بعملها اترك دل فور اول صح؟ واضح يا شباب؟ واضح نفسها تكافئ هاي طيب الاخير شو اول شيء بدي اخلص حكينا من الذير اكزيست زد الذير اكزيست طيب على شو بتعتمد الذير اكزيست؟ في قبلها فور اول على الاكس والواي ممتاز معناته لازم اعمل سكولمايزيشن لازم اعمل سكولم فانكشن المحل الزد دائما بعوض عنها بايش؟ الفانكشن بيعتمد على الاكس والواي معناته هاي نفسها تكافئ فور اول اكس for all y شوفها خطوة خطوة أول إشي حكينا بنخلص من there exists صح for all w طيب هلا محل الزد شو بدها تصير تعتمد يا شباب A function سمينا مثلا F أو G أو إشي اسم الفانكشن أخذناه لازم يبلش إيش function name متبوع بأقواس داخل الأقواس في argument بيعتمد على إيش ال X وال Y ال X وال Y تمام طيب هلأ صفى عندي إيش for all X for all Y اللي هي نفسها شو تكافئ لبريدكت هاي خلصنا من for all تمام تمام طيب كمان مثال شو أول شيء بدنا نخلص يا شباب يلا there exist في عندي الزد والار طيب شو بدي أعوض عن الزد بتعتمد على إيش الإكس والواي الإكس والواي طيب والار بتعتمد على إيش على الدبليو على الدبليو والإكس والواي صح آه تمام كل الفور الفور أول اللي قبلها بتعتمد على الدبليو والإكس والواي صح بالترتيب إكس واي دبليو معناته شو أول شيء بيظل عندنا فور أول إكس فور أول واي for all w صح هاي بالبدايه بدي اخلص من الذير اكزيست طيب b اوف الx فيها مشكله لا الy فيها مشكله لا شو كانت المشكله بالw بتعتمد على ايش هاي سميناها f بتعتمد على الx والy هاي الفانكشن طيب الw فيها مشكله لا الار بتعتمد على ايش على الاكس والواي والدبليو هاي سمينا الفانكشن جي الثاني اكس واي ودبليو صح طيب هلا صفى عندي ايش
عندي بس for all شو بعملهم drop هاي صارت تساوي زي هيك واضح يا شباب واضح يا شباب واضح دكتور طيب خلينا نشوف المثال الثاني الموجود عندنا خلي خليها لكم بوزيشن طيب لو عندنا الجملتين التاليات parent خليها شوي طيب خليها الى المحاضره الجايه بس ناخذ مثال ثاني من الامثله الثانيه اللي عندنا وين دوكيومنت وين دوكيومنت طيب اعمل لي يونيفيكيشن بين التو بريديكتس البريديكت الاول هيو والثاني هيو هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن بنشوف شو اسم البريديكت هون شباب جي وهون شو اسمه جي قديش الارجومنت الاريتي 1 2 3 4 هون 1 2 3 4 معناته متساويات بنشوف الجي والجي نفس بعض شو اول ارجومنت فاريبل والثاني ايش كونستانت معناته شو بعوض اي بدل الفاريبل السي الكونستانت سي مكان الفاريبل زي هاي اول يونيفيكيشن هاي السي مكان الفاريبل زي الثاني شو عندي فانك سي مكان الزي معناته شو وين ما في سي عفوا وين مكان وين ما صار في زي شو بصير مكانها سي شو صارت تاي جي اوف سي صح وهاي ايش صارت اف اوف سي مش اف اوف زي وين ما في زد منعوض عنها ايش بالكونستانت سي فعليا شو صارت سي اف اوف سي صح بعد اول صح. تعويض طيب هون عندي دي كونستانت وهون عندي فانكشن شو بعوض الكونستانت دي مكان الفانكشن اللي هو اف اوف سي مش اف اوف سي اف اوف سي طيب الثالث عندي عندي هون ايش فانكشن ام اوف ديفيد هون فاريبل شو بعوض الفانكشن مكان الفاريبل بدل الفاريبل هاي الفانكشن ام اوف ديفيد مكان الفاريبل اللي كان عندنا ايش سو سو عباره عن فاريبل ليش بيهمني اول حرف اس صح طيب الارجومنت الرابع شو كان عندي هون ار فاريبل وهون ايش دبليو شو بعمل فاريبل رينيم مثلا دبليو مكان الار ممتاز تمام هلا عوض بيناتهم شو صاروا متكافئات شو صارت الاولى جي اوف سي اف اوف زي اف اوف سي ام ديفيد دبليو الثانية شو صارت سي صح ومعوضنا عن الاف اوف سي ايش كمان بدي معناته سي دي ام اوف ديفيد دبليو سي دي وهي صح ام اوف ديفيد دبليو متكافئ طيب الثاني يلا اسم البريديكت ايش ايه وهون الارجومنت 3 عدد الاريتي 3 الاول جورج عبارة عن ايش فاريبل وسام عبارة عن ايش فاريبل لانه زي ما حكينا بيهمني الحرف الاول شو بعوض فاريبل رينيم كأنه هاي اكس وهاي واي بعوض واي مكان اكس او واي صح طيب هلا شو بتصير يلا شباب سام مكان جورج سام وين ما في جورج بعوض عنه ايش سام سام هاي سام مكان جورج هاي صارت ايش فعليا سام سام الثانيه ايش بي كونستانت سي والثالث وهون ايش سام شو بعوض بي مكان سام مكان سام صح طيب هون اف اف نفس الاسم الفانكشن هون كونستانت وهون فاريبل شو بعوض الكونستانت اي مكان الفاريبل اي صح صح هلا عوضنا عن سام مكان جورج وبي مكان سام فعليا انا شو عملت كومبوزيت صح عوضت مثلا اكس مكان واي صح وعوضت مدال الواي اي شو فعليا انا عوضت الاي مكان الاكس صح هاي بنجي للمحاضره الجاي بالكومبوزيت انا عوضت وين ما في جورج عوضت عنه بايش بسام وعوضت الكونستانت بي مكان سام انا فعليا شو عوضت شو عوضت بس على مرتين بي مكان بي يعني هي فعليا كانه انا عملت ايش هاي بنجي للمحاضره الجايه الكومبوزيت بي مكان جورج
وكمان ايش الاي مكان الاي الكونستنت مكان الفاريبل. واضحه شباب من وين اجت هاي؟ انا اول اوكي انا اول شيء شو كان عندي جورج، عوضت عن الجورج بايش؟ سام، صح؟ فاريبل مكان فاريبل، صح؟ وبعدين عوضت عن الفاريبل بكونستنت. فعليا انا شو عملت على مرحلتين؟ لو عملت ايش بي مكان جورج زي بعض، صح؟ بالاصل عندي جورج، شو صار مكانه؟ سام. ورجعت عوضت عن سام بالكونستنت بي. فعليا لو عملت بي مكان جورج من الاول مش زي بعض، صح؟ واضح يا شباب؟ طيب على الثالثة يلا B of X Y Z F of X and B A W منشوفهم واحدة واحدة. A مكان X بقدر أعوض؟ بقدر أعوض؟ بقدر دكتور. طيب أول إشي نفس اسم البريديكت، معناته عوضت الكونستنت A مكان الفاريابل إيش؟ X. طيب هلا شو الثاني عندي؟ دبليو واي، بعمل فاريبل رينيم دبليو مكان واي. طيب الثالثه ايش عندي؟ تي وزد، شو بعوض؟ فاريبل رينيم كمان تي مكان الزي. الرابع عندي ايش؟ فانكشن، نفس اسم الفانكشن نفسه. هون شو سي وهون شو اي، هل بقدر اعمل بيناتهم يونيفيكيشن؟ لا نقدرش. هاي فعليا شو صارت؟ F of A لما عوضت، صح؟ بحكي لك عوض A مكان X. هاي شو فعليا صارت؟ نشوفها بس فعليا هي شو صار عندك؟ شو صار عندك هاي لما عوضنا ال X؟ B of A، صح؟ Y عفوا Y capital Y و Z و F of A، صح؟ هل بقدر عوض A مكان A؟ أوكي W مكان Y عوضناها، صح؟ T مكان Z، هون F F نفس بعض، هون constant constant، هل بنقدر نعمل بيناتهم unification؟ لا بقدرش عوض constant مكان constant، صح؟ معناته هون نقدر نحكي we cannot apply unification. Why؟ لأني بقدرش عوض constant مكان constant. تمام؟ طيب تمام، منوقف اليوم لعند هون شباب، والمحاضرة جاي منكمل. طب بس خلينا نكمل هاي. loves loves، هون ماري هون جون، شو بعوض؟ يلا شباب. جون مكان ماري. جون مكان ماري لأنه جون كونستانت، صح؟ وماري كانت عبارة عن إيش؟ variable. ممتاز. الثاني جون كابيتال وماري سمول، شو بعوض؟ ماري سمول. ماري. ماري جون مكان جون كابيتال كونستانت مكان فاريبل انا عملت، صح؟ واضح؟ طيب هذول اللي عندنا هاي B of X R of A، شو بعوض؟ يلا هاي فاريبل مكان الفاريبل فانكشن فانكشن R of A بحكي، صح؟ هاي R of A مكان الفاريبل. طيب هلا فعليا شو صارت؟ Q R of A هاي، صح؟ صح؟ صح. طيب هون Q هون Q هون Y هون R of A، شو بعوض؟ R of A مكان كمان ايش؟ Y R of A. واضح من وين اجت؟ نعمل ابلاي لكل بريديكت، صارت B R of A Q R of A. تمام؟ طيب تمام. هون عوضنا R of A، حكينا مكان إيش؟ الواي. الواي. طيب البريديكت الثالث R R، هون Z وهون B، شو بعوض؟ الكونستانت B مكان الفاريابل Z. تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب الرابع F not F، هل هذول بقدر أعمل بيناتهم unification؟ لا، لأنه لا. الاسم البريديكت مش متكافئ، زي بحكي لك محمد طالب ومحمد مش طالب، هل بيناتهم أي unification؟ أو محمد كل طالب وهون محمد مش طالب، هل بقدر أعمل بيناتهم أي unification؟ لا، لأنه اسم البريديكت إيش؟ مختلف مختلف، صح؟
كل واحدة بتعبر عن فاكت مختلفة. طيب هذول هاي البريديكت مع هاي البريديكت. أول إشي شو لازم أحكينا أن نخلص من الفور أول والثير إكزيست. طيب أول إشي خلينا نحكي شو راح تصير. هاي فور أول معناته بتخلص من الثير إكزيست زي، بتعتمد على إيش؟ على الإكس والواي. معناته صفت عندي فور أول إكس فور أول دبليو. ممتاز. هاي بدها تصير إيش؟ F تعتمد أو G أو أي اسم فانكشن صح؟ X و Y. ممتاز. طيب بفرق إنه البي كابيتال ولا سمول؟ إيش؟ بتفرق دائما اسم البريديكت سمول. هاي عفوا هاي بالخطأ، لازم اسم البريديكت سمول دائما حكينا. طيب هلا هاي نفسها شو بتساوي بدون الفور أول صح؟ صح شباب؟ طيب هاي نفسها بدون فور. يعني هلا أنا شو بدي أعمل اليونيفيكيشن بين هاي البريديكت والبي اوف اي بي سي. والبي اوف اي هاي بدنا نعمل يونيفيكيشن. طيب تمام. طيب تمام. هلا شو بنيجي بريد نفس اسم البريدكت الاول اكس واي، شو بعوض؟ اي بدل اكس. ممتاز. الكونستانت مكان الفاريبل. كمان اجينا بي مكان واي. اوكي بي مكان واي كونستانت مكان فاريبل، في اي مشكله؟ لا. طيب هلا الاف اوف اكس شو صارت؟ اف اوف اي بي صح؟ صح. ليش؟ لانه الاكس عوضنا عنها باي والبي اف اوف اي بي، وهون سي بعوض كونستانت مكان الفانكشن او اف اوف اي اند بي. الرابع عندي ايش؟ كيو دبليو بعمل فاريبل وصاروا هيك ايش؟ متكافئة. بس سؤال، انت قبل شوي كنت تعوض الارجومنت ما تعوض الفانكشن، يعني تحكي سي لما يكون في فانكشن ما بتحطه، بتحكي سي بدل اي وبي مثلا هيك زي فوق. وين هون؟ وين صبي هون؟ نتبع اول شيء شو عملنا. كان عندنا هذول التو بريديكت، هذول عندهم فور اول وذير اكزيست. حكينا لما نعمل يونيفيكيشن اول شيء لازم نخلص من الفور اول والذير اكزيست. الفور اول ما عندناش مشكله فيه بنعمل له دروب. ظلت المشكله بايش؟ بالذير اكزيست. هون الذير اكزيست زي بتعتمد على ايش؟ اكس وواي. لو كانت بالبدايه بعملها دروب وفيش مشكله. تمام. خلصنا من الذير اكزيست، هيها عملناها من خلال فانكشن تعتمد على الاكس والواي اللي سميناها سكولمايزيشن العمليه، سكولم فانكشن. تمام. طيب اجينا بعديها صفى عندنا فور اول اكس فور اول واي، عملت توم دروب. لحد هون واضح؟ اجينا هسه شو بدي اعمل فعليا؟ اليونيفيكيشن بتوين ذيس تو بتوين ذا تو بريديكتس، هاي الاول وهاي الثاني. اسم بي بي نفس بعض، الاي لا اي والثانيه اكس، هاي كونستانت وهاي فاريبل. شو عوضت؟ الكونستانت اي مكان الفاريبل اكس. تمام. الثانيه كانت كونستانت وهاي فاريبل، شو عوضت؟ بي مكان واي. معناته وين ما في اكس بعوض عنها اي، وين ما في واي بعوض عنها ايش؟ بالكونستانت بي. شو صارت هاي؟ اف اوف اي بي صح؟ واضح؟ واضح شباب؟ طيب هلا الارجومنت الثالث كان اف اوف اي بي فانكشن وسي، شو عوضت؟ الكونستانت سي مكان الاف اوف اي بي مكان الفانكشن. عوضت الكونستانت كله مكان الفانكشن. هون كيو دبليو اثنين فاريبلز عوضت بيناتهم ايش؟ فاريبل رينيم. عملت وضحت؟ دكتور بس بمثال بي بس ممكن تشوفه مثال بي؟ طيب حكينا اي عوضنا اي بدل اي كابيتال. يعني ما حطينا اي بدل اف اوف اي، بتفرق ولا لا؟ لا ما بنقدرش نحط اي مكان اف اوف اي، انا نفس اسم الفانكشن لانهم صبيه. الفانكشن حكينا بنعامله معامله البريديكت، اذ عندي تو فانكشن لازم كلهم نفس اسم الفانكشن. هاي اول اشي، ونفس الارجومنت فيهم، نفس الاريتي، نفس عدد الارجومنت. هون اف، هون فيه داخلها فاريبل وهون كونستانت. شو عوضت؟ الكونستانت مكان الفاريبل. مش عوضت الكونستانت اي مكان الفاريبل الفانكشن كله. وضحت؟ وضحت صبية؟ تمام. طيب يعطيكم الف عافية، ان شاء الله بنشوفكم يوم الثلاثاء. دكتور بس لو في مجال تنزل لنا الامثلة اذا سمحت. المثال اليوم بنزلكم اياه، بس المحاضره الماضيه اعتبرنا فيه ولا لا؟ بشوفه اذا موجودات ان شاء الله بنزلهن كلهن. ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه.